انا مقيد بقانون الاجراءات الجنائيه. القانون بيقول ان احنا حالا هنفض ونسمع، واخد بال حضرتك، ونسمع شهود الاثبات اللي انتوا عايزينهم واللي انتوا مش مستغنين عنهم مش هنسمعهم. بعد كده شهود النافي اللي انتوا عايزينهم نسمعهم، واخد بال حضرتك. بعد كده مرافعه نيابه، بعد كده المرافعه بتاعتكم، ولو في تعقيب من نيابه او في تعقيب منكم تاني مفيش حاجه. احنا عايزين نحقق العدل. لو سمحت هتحلف اليمين ورايا كده؟ قول والله العظيم اقدم مهمتي بالذمه والصدق. ماشي اتفضل. اثبت يا استاذ رمضان يعني المتظاهرين بيهتفوا بسقوط حكم العصر وبيتم القاء الحجاره. ذلك نتيجة تكسير الأرصفة من أمام الجامعة وداخلها، وفي إشعال الحريق برضو داخل. هنا في الإشعال خارج الجامعة. ده خارج ولا داخل؟ داخل داخل الجامعة، لأن البوابة هي داخل الجامعة. داخل الجامعة ماشي. أنا ما قلتش في حاجة. حضرتك أنا ما حددتش أشخاص، أنا ما حددتش أشخاص. اثبت في الحريق اللي جوه في الجامعة ده. غرفة الأمن أو مش غرفة الأمن؟ أنا بقول لحضرتك لما تيجي في الدفاع اتكلم، أنا بفرجك عليه وأنت تقول قولك. أنا ما بقولش كلمتي حالا. اكتب ملاحظاتك عندك من الخلال اللي أنت شايفه، وأنت لما تيجي عند المتهم بتاعك قول. وبعدين لا المحكمة ولا النيابة قالت إن المتهم فلان الفلان هو اللي عمل كذا. ولا عندي في الصور ولا في الاحراز المقدمه ان فلان الفلان ضبط اثناء كذا. الصور اللي في الفلاشه هتبين اي حد من المتهمين الموجودين ولا هتبقى عاديه يعني؟ مش انا بعرف سيادتك اللي موجود على الفلاشه. اثبت ان في عربيات فيها اتلاف الزجاج الخارجي بتاعها. الصور بعد اذن حضرتك المحكمه. نعم. بلاش تعليق. نيابه لها تعليق على الصور بعد الساعه. اتفضل. نيابه بتطلب استخراج المجتمع الرابع من القفص ومواجهته باقواله بالتحقيقات بانه اقر انه ظهر باحدى الصور الموجوده في الفلاش. طيب اتفضل. المتهم الرابع احمد محب ابراهيم عبد العزيز، افتح القفص لو تكرمت. صفحه 30 اقوال. مش انت قلت في انت حصلت انت كنت امبارح في الجامعه وكنت خارج من كليه التربيه الرياضيه، واحد صاحبك اسمه احمد كان رايح علشان يخرج اثنين اصحابي بنات ورحنا جبناهم من قبل المظاهرات وكملت كان ها؟ هو قال ان انا ما حصلش وما كنتش بتفصل بين حد. امال انت كنت فين؟ لا مش استجواب. وللمحكمه انها تستجوبه. لا للمحكمه انها تستجوبه، واخد بال حضرتك، بناء على طلبه وبناء على استظهار الحقيقه. انا حضوري بالنسبه لهذه الجلسه لان القبض قبض عشوائي بالنسبه للمتهمين جميعا، ولم يستطع احد حتى من ادله الثبوت تحديد اي ضل اي متهم، وده سبب قبول القضية. المحكمة أجلت القضية لجلسة إجرائية أخرى وهي شهود الإثبات ثم بعد ذلك شهود النفي. أعتقد ستكون غدا إن شاء الله. الحقيقة ثلاث فتيات هو تم القبض عليهم من خلال بعض الأفراد داخل الجامعة، ثم إدارة الجامعة بعد كده نفت إن هو تم القبض عليهم. هم موجودين في التحقيقات مش عارفين صفاتهم إيه لغاية دلوقتي، وبنأمل بكرة في مرافعتنا إن احنا نوضح ده مع بعض الدفاع القانونية اللي هتثار بشأنهم.